حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن نقوم في صلاتنا لله رب العالمين، وهذه صلاة التهجد الآن، والصلاة تطول وقادمة علينا ليلة 27 إن شاء الله، وكذلك ليلة 29 بالإضافة إلى ليلة 26 و28، وبقيت ليال لا نعرف سينتهي رمضان في أي ليلة، هل يكون 29 أو هل يكون 30، ولكن في صلاتنا نسوي صفوفنا ونعتدل فيها، وقد جاء الوعيد في من يترك فرجة أو يخل بالصف: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ويوقع العداوة والبغضاء بين هؤلاء. والمعتبر في تسوية الصف محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع، فبعض الناس يسوي الصف على أطراف الأصابع وهذا خطأ. تسوية الصف على المنكب بالمنكب، الكتف بالكتف، والكعب بالكعب، مؤخر القدم مع مؤخر القدم تكون متحاذية، لأن الأقدام تطول وتقصر، ومسقط الإنسان من كتفيه على قدميه على كعبيه وليس على أطراف أصابعه. وكذلك فإن المصلي الذي يصلي على كرسي فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه، فتكون مقعدته مع أرجل المصلين إذا كان يصلي طيلة الصلاة جالسا، وإذا كان يقوم موضع القيام فتكون مقعدته خلف ورجلاه قدماه يحاذي بهما أقدام المصلين. هذا يعتمد طول الصلاة جالسا أو يقوم ويقعد. وكذلك فإنه لا حرج من وضع خط على السجاد لتسوية الصف، هذا من الوسائل. ويأمر الإمام المأمومين بالتسوية ويطيعونه في ذلك، ويكون التراص في الصف كما تفعل الملائكة، ولا تترك الفرج للشيطان يتخلل الصفوف ويؤثر على الخشوع، ولا نصلي بين السواري والأعمدة إلا عند الحاجة الماسة، ونتم الصف الأول فالأول، فلا نبدأ بصف قبل إتمام الصف الذي أمامه، وهذه فيها مخالفة كثيرة. ومن أحكام الصفوف التقارب بين الصفوف ولا نتباعد عن بعضها. وكذلك يبدأ الصف من الوسط ثم اليمين والشمال، والصف الأول أجر عظيم للغاية، ثم الثاني ثم الثالث، وهكذا. خير صفوف الرجال أولها، وميمنة الصف أفضل من شماله، ولا يصلي منفردا خلف الصف. المرأة تصلي لكن الرجل لا، حتى يكون معه آخر، فإذا ما جاء أحد وخاف فوات الصلاة صلى واحدا وصلاته صحيحة. الأخ عمر من الجزائر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. يا شيخ عندي سؤال في صلاة الصبح عندنا هنا في الجزائر. نعم. أنها تقام صلاة الصبح قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة تقريبا. طيب من الذي قال ذلك؟ من الذي قال أنها قبل عشرين؟ عندما نصلي يا شيخ نصلي ثم نقعد وراء الصلاة 10 دقائق 15 دقيقة، لما نذهب إلى المنزل نرى أن خط الفجر لم يظهر بعد. لكن هل أنتم في المدينة فيها أنوار ومباني تحجب، ولا أنتم في مكان ما في أنوار ولا مباني تظهر يظهر الفجر عندكم بجلاء؟ احنا مش ليس بالمدينة بالضبط، لكن على جبل كذا شوية فيه أضواء وفيه. أيوة، لأن تعرف أن طبعا الأنوار أنوار المدينة ممكن ما تعطيك الرؤية الصحيحة. طيب على أي حال السؤال ما هو؟ نحن نرى على الجبل جبل. أيوة. طيب فالسؤال أيوة شيخ. أيوة السؤال الآن، يعني هل تؤخرونها؟
السؤال هل نصلي مع الجماعة أو طيب. ننتظر بعد دخول الوقت أو نصلي منفردا أو إيش يعني؟ بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. أم معاذ تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، إنها في الجزائر هناك أسواق، وفي ذلك الأسواق يعني هناك إخوة مصاحون ومتزمون يبيعون ألبسة داخلية للنساء، يا شيخ فما حكم ذلك مع أنه وقعت فتنة بسبب ذلك؟ طيب، نرجو أن يعني كلمة في هذا الشأن يا شيخ. طيب. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أطال الله عمرك، عندي مجموعة أسئلة لعل قدرك تسألني. السؤال الأول، ما معنى قول الله عز وجل في سورة النساء والتي خافت من بالها نشوزا إلى قوله وأحضرت الأنفس الشح؟ ما مقصود بالأحضرت الأنفس الشح؟ تسمعين الجواب. السؤال الثاني، نعم. سفر الولد مع أمه وعمره 11 سنة للعمرة، علما أنها طلبت من محارمها من زوجها وأبناء أخيها أن يذهبوا معها فلم يستطيعوا، ما حكم السفر والعمرة هنا؟ تسمعين الجواب في شروط المحرم. نعم. السؤال الثاني، يا شيخ أنت تفضلت قبل في القرض العقاري أنه لا يجوز بشراء مبنى أو سكن المنزل، فماذا عن المطلقات اللواتي يأخذن قرض بهدف أن تجتمع مع أولادها؟ ما هو الحل؟ خصوصا إذا تريد أن تلم بيتها ما لها إلا أن تشتري بيت يعني. طيب يا محمد، احنا ما قلنا ان القرض العقاري محرم، احنا قلنا ان القرض الربوي محرم. انا تفضلت قبل يا شيخ ان قرض عقاري من البنك الفلاني لشراء منزل، فانت قلت ليس البنوك يتفاعلون مع ويخرجون يساعدون هؤلاء الشعب ومن هذا الكلام يعني سمعنا لكم، لكن عطنا يعني مثلا حل اني اشتري بيت بحيث اني ما اتعامل بالربا وبحيث اني اجمع اطفالي بحيث اني لا ادخل عليهم مال الحرام. ايوه، هذا اللي بينا، قلنا اذا البنك المصرف اشترى البيت وصار ملكا له ملكه، يجوز بعد ذلك ان توقعي معه عقدا لشرائه منه بالاقساط بالاجل، ما في مانع. يعني اذا شراه البنك اقسط على البنك بس بيجيني يا شيخ 300-400 ألف تقريبا فائده. هذا بيع وشراء، يعني لما اشتراه البنك وملكه اشتراه مثلا بمليون، بعدين قال اشتريه مني بمليون و200 اقساط مثلا. نعم. لا مانع، لانه صار الان بيع وشراء، ما هو قرض. ما قال انا امول لك البيت وتعطيني زياده، انا ادفع عنك وتعطيني زياده، هذا ربا حرام ما يجوز، فلا بد ان نفرق بين الحالتين. طيب الاخ محمد، هل تطالب المراه بكسوتها بالنفقه إذا كانت موظفة؟ هل تطالب لزوجها بكسوة الشتاء والصيف إذا كانت موظفة؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في كسوة المرأة. والأخ محمد من العراق تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ حياك الله يا أخي. شيخ، بالنسبة للقيام ليلة القدر، إحنا عندنا بالعراق نصلي 13 ركعة في أول الليل، ثم كذلك نصلي يعني قسم منه ما يوتر، يصلي كذلك في آخر ليل من ساعة تقريبا 12 ويعني نفس ساعة 12. فبعض الأخوة قال هذا الفعل بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو بيان ذلك الشيخ. شوف يا أخي، إذا ما أوتر في الأول، يا محمد إذا ما أوتر في الأول لا مانع، لا مانع أن يقسم الصلاة قسمين، لا مانع، فيوتر في الأخير، واضح؟ نعم شيخ. الله يحييك، حياك الله. أمينة من الجزائر. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود السؤال حول البرامج التي المفيدة التي يتخللها بعض الموسيقى. نعم. يا شيخ، السؤال الثاني، ابنتي تقضي شهر رمضان عند جدتها، من يخرج عنها الزكاة؟ ماذا قلتي؟ قلت لك ابنتي تقضي شهر رمضان عند جدتها. ابنتك تقضي شهر رمضان عند جدتها. تقضي. طيب. من الذي يخرج زكاة الفطر؟ طيب ان شاء الله ملخص في من هم الذين تخرج عنهم يا ايها المسلم زكاة الفطر.
زكاة الفطر تخرج عن من؟ الأخ محمد؟ محمد؟ نعم تفضل يا أخي. شكرا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لي صديق له مال حال عليه الحول وبلغ النصاب لكن الـ ليس لديه سيولة لإخراج الزكاة، له نصف المبلغ لإخراج الزكاة فقط، فهل يجوز أنه يقسم هذا الزكاة؟ طيب شكرا شيخ. حياك الله. الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. من نسي صلاة الشفع والوتر وصلاها مع صلاة الفجر، هل صلاة صحيحة؟ طيب تسمع الجواب آخر الثاني. وقت لقضاء أو لصلاة الوتر. نعم. السؤال الثاني، كم نخرج كيلو عن الشخص في زكاة الفطر؟ طيب طيب. الأخ رائد من ليبيا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي في صلاة مسبوقة، إذا كان المسبوق حضر الصلاة والإمام سلم قبل سجد قبل السلام، تسمعني؟ نعم. سجد الإمام قبل السلام وأنهى صلاته، هل على المسبوق يسجد سجود قبلي أم بعدي؟ يعني الإمام سجد للسهو؟ سجود للسهو في صلاة المغرب من الأسبوع الماضي. طيب الإمام سجد للسهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام، باعتبار أن التشهد في الركعة الثانية لم يأتي به. طيب طيب المأموم المتأخر المسبوق ليش ما سجد معه؟ ما سألتك يا شيخ، يعني يسجد قبل يسلم ولا بعد يسلمته؟ لا، المأموم الآن هذا المسبوق الذي جاء عليه أن يتابع الإمام. طيب فإذا سجد الإمام نعم. للسهو سجد معه للسهو ثم سلم الإمام، يقوم هو يكمل الصلاة. ما لو كان في سجود بعدي، هل يسجد بعد الإمام ولا ما يسجد بعده؟ إذا كان الإمام سجد بعد السلام فإن هذا المسبوق لا يسلم، لأن صلاته ما انتهت، لا يسلم ويسجد مع نعم. الإمام ويسجد مع الإمام، فإذا سلم الإمام مرة أخرى قام ليقضي ما عليه. شكرا يا شيخ. حياك الله. طيب أخت مروة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ناس جابوا لنا رز. نعم. الناس جابوا لنا رز، هل يصلح نخرج زكاة الفطر منه؟ يعني إذا جاءك أنت طعام، هل يجوز أن تخرجي منه زكاة الفطر؟ ناس جابوا لنا رز. ناس جابوا لك شيء تخرجين منه؟ لا جابوا لنا رز، هل يصلح نخرج زكاة الفطر منه؟ إي ما في مانع. أهدوكم ناس أهدوكم رز. السؤال ايوه تفضل. ثاني يا شيخ الله يحفظك، ابني حلف ويضع يده فوق المصحف، قال لي يجيب لي جوال، وكان عندنا دين ما قدر يجر جوال. اعيد السؤال مره ثانيه. ولدي حلف على انه يجر لي مراتب جوال. ايوه. وبعدين عندنا دين ما قدر ياخذ الجوال، وضع يده على المصحف، ماذا يفعل يعني؟ طيب الأخ عبد الله تفضل. عبد الله. ألو. أيوة يا عبد الله تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، كيفية إدراك ليلة القدر؟ طيب البعض يا شيخ بارك الله فيك، البعض يعتقد أنه يرى الملائكة أو يرى النار، يعني الحمد لله يا شيخ بارك الله فيك. طيب الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اشتريت قطعة أرض منذ 3 سنوات بنية تنمية مالي ونيل الربح بعد بيعها، وقد أخرجت عنها الزكاة في السنوات السابقة. لدي مجموعة من الأسئلة حول موضوع زكاة الأرض، الفرق بين شراء الأرض
للاستثمار أو شراء هذه التجارة؟ السؤال الثاني، هل زكاة أرض التجارة تكون في كل سنة أو بعد بيع الأرض فقط؟ وكيف يحدد سعر الأرض ولم يأتي أي شار لها؟ السؤال الذي بعده، إذا لم أجد سيولا نقدية هل يجوز تأخير دفع الزكاة حتى بيع الأرض؟ السؤال الذي بعده، أنني نذرت قطعة أرض وقفا لله تعالى، ولكن هذه الأرض بعيدة جدا عن العمران ولا يرجى الاستفادة منها في الوقت الحالي، فهل يجوز لي بيع هذه الأرض وإعطاء المال للمسجد لطور البناء؟ وبارك الله فيكم. حياكم الله. الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يرضى عليك، عندي سؤال. حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، أنا هون بقطر وهي بمصر، وحصلت بيني وبينها مشكلة بالتليفون، فاتصلت بأمها علشان تحل المشكلة، فردت علي أمها قالت لي لو بدك تتزوج تتزوج وطلقها وهي تتزوج، فأنا رديت عليها وقلت لها بنتك طالب، فقالت ما سمعت، قلت لها مرة ثانية بنتك طالب، تمام؟ أيوة. ألو. يا محمد، أنت قصدت في أنت طالق الثانية، قصدت بها التأكيد حتى تسمع، ولا قصدت إنشاء طلقة ثانية؟ أنا قصدت بها حتى تسمع، وبعدين يا شيخنا اتصلت علي أختها وبرضه زادت البلاطين، وقلت لها أختك طالب. طيب وبعدين؟ وبس، وبدي أشوف يعني الفتوى هاي الطلاق طيب نافذ ولا. طيب أنت كم مرة قلت الطلاق قاصدا أن هذه طلقة جديدة؟ آخر مرة مع أختها هي اللي كنت أقصدها. يعني الآن أنت طلقت الآن مرتين؟ مرتين مع أمها ومرة مع أختها. المرة الثانية اللي مع أمها كانت لتأكيد المرة الأولى حتى تسمع، ولا تقصد أن تنشئ طلقة ثانية؟ كانت تأكيد المرة الأولى حتى تسمع. لأنها لم تسمع المرة الطلقة الأولى. طيب، تسمع قضية التأسيس والتأكيد في الفقه فقهيا، ولكن عندكم محكمة شرعية؟ عندنا محكمة. لا، في قطر أنت الآن، مو عندكم محكمة شرعية؟ أي نعم. طيب، إذن مهم جدا أن تراجعهم، وسنبين لك إن شاء الله بعض الأمور. زي الأخ زينب، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. نعم. أفطرت رمضانين بسبب أن الطبيب قال لي لا تصومي، معك إمساك مزمن، ودفعت فدية ولم أصم، ثم زرت طبيبة أخرى. نعم يا شيخ. أيوة. أفطرت رمضانين بسبب أن الطبيب واضح واضح، ثم قالت الطبيبة الأخرى. نعم، ثم زرت طبيبة أخرى لعدم وجود تطور بالحالة، فقالت لا أحلل لك الإفطار، عليك بالصيام. فبدأت أقضي الشهرين على حسب استطاعتي، ولا زلت أكمل الصيام، ولكن يا شيخ أعاني لا زلت من المغص، سواء مفطرة أو صائمة، فهل أكمل ديني أم تكفي الفدية؟ وسؤالي أيضا، وهل أقضي دين الدورة أيضا مع وجود الألم الذي أعانيه بشكل يومي؟ سؤال ثاني يا شيخ، كيف أعرف أن صيامنا نعرف أن صيامنا وقيامنا مقبولان عند الله جل وعلا؟ وسؤال أخير، ما هي علامات ليلة القدر؟ جزاكم الله خيرا. حياكم الله. طيب أبو أحمد تفضل. أبو أحمد. عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. أحبك الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله. أنا من العراق، من بغداد، من ليسية. حياك الله. حياك الله، حياك الله شيخ. عندي سؤالين، جزاك الله خير. نعم. أمراتي أسأل حبر جزاكم الله الساعة الرابعة عصرا، تتم أم تفطر؟ تفطر تفطر يا أخي، تفطر، لأنه خلاص مع الآن لا يصح الصيام،
فتفطر وهي مأجورة وتقضي بعد ذلك. وتقضي بعد ذلك. السؤال الثاني. الله يحييك. طيب الأخت فاطمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ أريد أن أسألك على الرقية بالفاتحة 7 مرات والمعوذات 3 مرات. هل ترفع عندما يداوم عليها الإنسان ترفع عنه البلاء وتكفيه ما أهمه؟ طيب تسمعين الفرق بين الرقية والتعويذ. الرقية من بلاء أو مرض موجود، وبين التعويذ الوقائي. التعويذ الوقائي. طيب أمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اتصلت قبل أيام لأستشير عن موضوع الحجاب، والحمد لله الحمد لله هداني الله إلى في شأن تغطية الوجه، ولكني وجدت معارضة شديدة جدا من قبل أهلي وأقاربي، ودعوت الله أن يثبتني، ولكن ماذا تنصحون؟ قالوا لي سوف تعيشين وحدك، سوف كي وجدت تعليقات كثيرة منها اذهبي اتركي أولادك واذهبي لتجاهدي في فلسطين، أنت جهنتي، كيف يدخلون عليك إخوة زوجك في البيت وتغطي حجتي، سوف لن يأتون أبدا بعد ذلك، هل في هذا قطيعة رحم أم طيب يا شيخ؟ طيب شوفي طيب هذه كلها تهويلات وتهويشات من الشيطان ألقاها على ألسنتهم. أثبتي على ما أنت فيه وستسمعين جوابا إن شاء الله في آيات من القرآن خوف بها الكفار المسلمين. طبعا أهلك مسلمون لكن عندهم نوع تقصير أو نوع جهل، ولكن الله عز وجل في كتابه قد ذكر الرد على مثل هذا، ولعلنا نأخذ بعض النماذج منهم. أحمد من الإمارات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييكم. يا شيخ الله يسلمك، أنا أصلي التراويح ما يطول عمرك، أنا أصلي 4 مع بعض، أصلي 4 ثم أسلم، هم أصلي 4 ثم أسلم، علي فيها صح ولا غلط؟ طيب نختم بسؤال أبا تركي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يا شيخ، هل صحة، أسأل عن صحة حديث يعني من ترك صلاة واحدة عمدا قد حبط عاملا، هل هو حديث أو أثر؟ والسؤال الثاني عن حكم صيام اليوم الثاني من أيام العيد. طيب. والسؤال الثالث يعني الرد على من قال يعني أن القرآن يحفظ، يعني ليس يحفظ في أشهر يعني أو في سنوات، إنما يحفظ يعني في سنين طويلة، يعني بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن يعني منجما على 23 سنة يعني. طيب. حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله في صحة حديث من ترك صلاة واحدة فقد حبط عمله، وبقية الأسئلة إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم. من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد الكشاف في آداب الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف وما هي شروطه وآدابه، ويوضح مسائل اعتكاف الموظف واعتكاف المرأة، ويصحح أخطاء بعض المعتكفين. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة 12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب، اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جالكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم حياكم الله يا الإخوة والأخوات. كان معنا ثلاث أسئلة المرة الماضية، سنبدأ بها إن شاء الله ثم ندخل إلى أسئلة هذا اليوم. بالنسبة لقضية زكاة الأراضي والعقار، صار فيها أسئلة المرة الماضية وكذلك في هذه الحلقة. نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في الأراضي، بمعنى أنه ينوي بتملك الأرض أن يربح فيها. اثنين، لا يشترط في الأراضي المعدة للتجارة عرضها أو الإعلان عنها لوجوب الزكاة، ما دام شاريها بنية البيع وليربح فيها حتى لو ما عرضت تجب عليه زكاة كل سنة. ثلاثة، الأراضي المعدة للاقتناء سكن شخصي لا زكاة فيها، يبني عليها عمارة، مشروعا استثماريا، مزرعة يزرعها، يأجرها، يسويها مصنع، لا زكاة فيها، الزكاة في الأجرة. ثلاثة، الأرض التي ملكت دون نية معينة أو بنية مترددة، أتاجر، أبني، أسكن، أستثمر، فلا زكاة فيها حتى يكون جازم اشترى بنية التجارة. الأرض التي اجتمع فيها نية التجارة ونية الاقتناء لاستخدامها والانتفاع بها وبنفس الوقت ينوي بيعها إذا وجد فيها ربح، ما دام نية البيع موجودة، إذا جزم بالبيع جزم بالمتاجرة ففيها زكاة. طيب، لو قال أريد أن أسكن في شقة وأبيع الشقق الباقية، نقول الزكاة في الشقق الباقية. طيب، واحد اقتنى أرضا بنية حفظ المال قاصدا الهروب من الزكاة، يعني قال أنا بدل ما المال يكون عندي في الحساب وأدفع زكاة كل سنة أشتري في أرض حتى ما أدفع زكاة، نقول هذا احتيال لإسقاط واجب فلا يسقط. سادسا، من اشترى أرضا لحفظ ماله لأن النقد ينزل بالتضخم ما هو للفرار من الزكاة، فهذا له أحوال، أن ينوي حفظ ماله في هذه الأرض التي يشتريها ليبيعها في النهاية، فهذه عروض تجارة فيها زكاة سنوية. أن ينوي حفظ ماله ولا يدري ماذا سيفعل بها مستقبل من بيع أو بناء أو سكن أو استثمار أو للورثة فلا زكاة فيها. من اشتراها لحفظ ماله وترددت نيته عما يريد أن يعمل بها مستقبلا فلا زكاة فيها، لكن قال أحفظ مالي ولأبيع خلاص هذه عروض تجارة، أحفظ مالي للورثة ليس فيها زكاة. طيب، إذا واحد بنى بيتا أو أخذ أرض لي يبني بيتا ثم بعد ما تملكها بمدة قرر البيع، إذا قرر البيع ليكون رأس مال يتاجر به تكون عروض تجارة، وأما إذا ملكها ثم قرر بيعها رغبة عنها ليشتري غيرها وليس ليكون رأس مال ليتاجر به فليست لعروض تجارة، لأنه ما اشتراها أصلا بنية التجارة ولا أراد بيعها بعد ذلك ليتاجر، ممكن اشتراها بغير نية التجارة وبعدين أراد البيع ليشتري أرضا أخرى فلا زكاة، لأن ما هو قاصد الآن التجارة،
يشتري مثلا أرض في مكان بعدين ما عجبه، وجد مكان أحسن منه ليبني بيتا، فباع الأرض الأولى ليشتري أرضا ليبني البيت في المكان الثاني، له البيت ليس للتجارة، فلا زكاة. طيب، كل من ملك أرضا عن طريق الإرث أو الهبة أو المنح فإنه لا زكاة عليه حتى ينوي بيعها بقصد المتاجرة. طيب، الزكاة الأراضي الكاسدة، الزكاة على ما تساوي الآن، بمعنى لو كانت الأرض هي تسوى مليون بس ما في أحد يشتري، طيب 900,000، قالوا لا الدلال والخبير العقاري ما في، طيب 800، قالوا ما في، قالوا 700، قالوا الآن أجيب لك مشتري الآن. إذن الزكاة على هذا السعر، على السعر الذي يوجد به مشتري الآن عند حلول الحول. طيب، المساهمات المتعثرة ما فيها زكاة إلا إذا كان لها قيمة ممكن تتداول في السوق، يعني السهم 100,000 بس متعثرة بس ممكن ينباع 20، الزكاة 20. ما ينباع أبدا ما في زكاة. طيب، المساهمات اشتراها بسعر والله أعلم كم تباع بعد ذلك، نقول بالسعر الذي تباع به الآن عند حلول الحول أخرج الزكاة عليه. طيب، ما عنده سيولة، يجوز أن يؤخر حتى يبيع ويدفع عن كل المدة الماضية، كل السنوات الماضية. طيب، كان أيضا السؤال عن كان هناك أيضا سؤال عن الأرض التي اشتراها لحفظ أموال اليتامى، إذا ما قصد المتاجرة لهم بها فليس فيها زكاة. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن شخص يمتلك قطعة أرض ولا يستفيد منها حاليا ويتركها لوقت الحاجة، يعني يقول أنا الآن ما راح أبيع، ما عندي نية بيع، لكن سبحان الله إذا احتجت فجأة سأبيع. نقول هذا أي شيء، هذا الجهاز أنا الآن لا أريد أن أبيعه، لكن لو احتاج واحد يبيعه سيبيعه. فإذا ما في زكاة على قضية إذا احتاج، إذا كان صادقا في ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من اشترى إذا اشترى أرضا وهو لا يريد الاتجار بها، إنما يريد أن يحفظ نقوده فيها حتى التضخم ما التضخم، لكن ما ينوي أنه يربح من وراها، يريد أن يحفظها في الأرض بعدين لورثة يبني عليها إيش يصير مستقبلا الله أعلم، بس ما عنده قصد التربح من الأرض فليس فيها زكاة. بالنسبة لعروض التجارة تقوم بالسعر الحالي السلع هذه مثل ما قلنا، وتخرج الزكاة، مرتفع تحت فوق بالجملة بالمفرق. طيب، إمام المسجد الموكل بمسجد عليه أن يصلي فيه ويجهر يؤذن حتى يأتي الناس، حتى لو ما جاء إلا واحد يصلي معه خير حتى ما يتعطل المسجد، فإذا لم يأتي أحد ويريد أن يذهب إلى مسجد آخر يصلي لا مانع حتى ما يصلي وحده. طيب، يقول السؤال صلاة الصبح، نقول إذا كان يا أخي أنتم تعلمون الفجر الصادق، تعرفون الفجر الصادق بالخبرة والفقه والعلم والفلك والواقع، وما عندكم شيء يلخبط عليكم ويشوش عليكم المنظر، لأنه أنوار البلد تشوش، الأبنية تحجز، إذا ما في وترون الفجر الصادق أمسك عليه وصلي بناء عليه. الفجر الصادق ينفجر جهة المشرق ونوره ينتشر عرضيا وليس طوليا، عرضيا ينتشر، ينفجر وينتشر، ينفجر وينتشر جهة المشرق، إذا كنت تميز هذا امشي عليه. طيب، تقول يعني يوجد من يبيع ملابس النساء الخاصة وصارت مشاكل، نقول يكون لمحلات النساء
مكان خاص لا يدخل إلا النساء. يعني نفترض أنه عندنا مجمع تجاري ما يسمونه المول من المولات هذه، نفترض أن هذا المجمع فيه 3 طوابق وكل طابق فيه مثلاً 6 مسارات، كل مسار فيه محلات. نجي على أول المسار، أحد المسارات مثلاً، نقول هذا خصصناه للنساء، نغلقه، نجعل له باباً خاصاً وعليه حراسة، داخل بائعات نساء، ما يدخلوا إلا النساء بس، خلاص انتهت المشكلة. ما في هنا ما، والنساء تبيع للنساء، ما يدخل رجل، ما يدخل عليهن رجل، خلاص تنتهي المشكلة. أما أنه فقط انتقال من قضية بيع الرجال للنساء إلى بيع النساء للرجال والنساء، ما سوينا شيء إذا ما زدنا الأمر سوءا. طيب المحرم ما هي شروطه؟ أن يكون ذكرا، فالمرأة ما تكون محرم للمرأة، مسلما فالكافر ما هو محرم للمرأة، بالغا فغير البالغ ما هو محرم، عاقلا فالمجنون ليس بمحرم، محرما مؤبدا كالأب والأخ والعم والخال. يعني مثلا أخو الزوجة، عفوا زوج الأخت محرم لكن تحريم مؤقت، زوج العمة تحريم مؤقت، زوج الخال. فإذا هذا لا يصلح أن يكون محرما. طيب في فرق إذا كان سفر طاعة ولا سفر، نقول لا فرق، حتى الحج والعمرة المحرم بشروطه. طيب ما وجدت المرأة، نقول خلاص ما يجب عليها والله يأجرها، ما يجب عليها والله يأجرها. ما معنى وأحضرت الأنفس الشح؟ يعني جبلت النفوس على الشح، عدم الرغبة في البذل، عدم إعطاء الحقوق، جحد مال الآخرين، شح، منع الحقوق، الشح. فعلينا أن نقاوم أنفسنا. وبين الزوجين كما ذكرت الأخت في السؤال في حقوق، وعلى كل واحد أن يعطي الآخر حقه ويزيل الشح من نفسه. وإذا كان خصمه مثله اشتد الأمر. طيب متى وقت صلاة الوتر؟ آخر شيء إلى طلوع الفجر. أوتروا قبل أن تصبحوا، حديث صحيح. أيضا قال فأوتروا قبل طلوع الفجر، حديث صحيح. طب ثبت عن بعض السلف أنه كان يصلي بعد الأذان، يعني بين أذان والإقامة، وكذلك فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الإقامة. إذن هذا معناه أنه من غلب وما أوتر، مثلا قام فجأة بين الأذان والإقامة يوتر، ورد عن بعض الصحابة. يقول السؤال المرأة تطالب بنفقتها إذا كانت موظفة؟ نعم لها نفقة حتى لو كانت موظفة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بحسب مقدرته. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. طب إذا قالت أنا عشان الوظيفة أحتاج ملابس جديدة، نقول هذا مو مكلف، هذا ليس على الزوج، هو على الزوج كما قالت الأخت كسوة الشتاء وكسوة الصيف. نعم بس هي كل ما راحت إلى مناسبة تريد جديدا هذا ليس على الزوج، لكن إذا أخرجوا كرما منه إحسانا عاشرون بالمعروف. بس إذا قالت أنا موظفة ما يصلح كل يوم نفس الشيء، لازم أغير كل شهر أغير، نقول من مالكي. لكن أنه يجي شتاء ما عندها ما يقيها البرد، ويجي صيف ما عندها إلا ملابس شتوية، لا هذا على الزوج. طيب برامج تخللها موسيقى، يجب خفض الموسيقى، يجب
ما في ترى فرق بين موسيقى قبل البرنامج وموسيقى أثناء البرنامج وموسيقى بعد البرنامج وموسيقى في أغنية وموسيقى. هو الشرع حرم المعازف، ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن شيخ هشام بن عمار وقد ثبت سماعه منه. تقضي رمضان عند جدتها، من الذي يخرج الزكاة؟ طبعا يخرج الزكاة أبوها وليها. إذا كان عندها مال تخرج هي، تخرج هي. طيب إذا الإنسان يخرج عن من؟ عن نفسه، وعن من تلزمه نفقتهم من الزوجات والأقارب أولاد. وإذا كان عنده والدان فقيران، كان عنده والدان فقيرين، نقول إذا احتاجا وصار هو ينفق عليهما فعليه زكاة فطرهما. طيب لو واحد عنده أولاد بعضهم موظفون يخرجون عن أنفسهم. المطلقة الرجعية زكاة فطرها على الزوج، الناشز التي خرجت بغير إذنه لا زكاة عليه. زوجة الأب الذي مات ليس هو الذي ينفق عليها شرعا، فإذا أنت متكفل شرعا بزوجتك وأولادك ووالديك المحتاجين مثلا، عليك زكاة فطرهم. طيب وإذا كان الزوجة تريد تخرج من مالها لا مانع. طيب والخادم عندها راتب، لكن لو أراد أن يخرج منها يخبرها قبل. يعني ما يجي واحد يقول لقد عملت لك مفاجأة سارة، إيش هي؟ أخرجت عنك زكاة الفطر عن شخص لا تلزم نفقته، ما يصلح، لابد أن يخبره قبل، ترى أنا سأخرج عنك، حتى يكون عنده نية. طيب ليس عنده سيولة في عروض التجارة ممكن يخرج على أقساط؟ نعم، لأنه هذا اضطرارا. طيب حديث من نسي صلاة الشفع والوتر وذكرناه، كم نخرج عن الكيلو؟ 3 تقريبا. يقول وضع يده عن مصحف وحلف، إذا أراد الآن أن يخالف عليه إطعام 10 مساكين، 10 وجبات لعشرة مساكين. ليلة القدر ما هو شرط يشوف ملائكة ولا يشوف أنوار، ولذلك نحن نتحرى. يعني لو كانت يا جماعة، لو كان بالله كل واحد سيرى ليلة القدر، كيف صارت خفية؟ كيف يعني الله أخفاها؟ كيف؟ لكن ما لا يمنع أنه بعض الناس قلة ممكن يرى في المنام أنه هذه ليلة القدر، ممكن تكون رؤية صالحة، ممكن. وبعدين ما يستطيع يجزم، يعني حتى لو رأى في المنام قد يرى أنوارا في السماء مثلا، قد يحصل بعض الناس، لكن ما يستطيع يجزم، بس إنما هذه تجعله يتحمس زيادة مثلا، يستبشر كذا، يتفائل بالرؤية هذه التي رآها في المنام، أو هذه أشياء رآها. لكن إن والله كل الناس يرون أنوارا في السماء وتطلع الملائكة أمامهم، من قال ذلك؟ ولا دليل عليه. وأصلا الشرع أخفاها كي نعبد الله طيلة العشر ونزداد أجرا. طيب يقول السؤال الرقية من مرض موجود لرفعه، ومن بلاء ما نزل لدفعه. في ذكر لدفع البلاء وفي رقية لرفع البلاء. شوف بين مثل الطب العلاجي والطب الوقائي، السنة وردت بالجميع والشرع كامل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى رقى نفسه بالمعوذات، وفي ذات الوقت يقرأ المعوذات قبل النوم لدفع. فإذا المعوذات تنفع في الدفع والرفع، وننزل من القرآن ما هو شفاء. طب حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا صحيح في البخاري، من ترك صلاة مكتوبة من غير عذر فقد حبط عمله، جاء مرسلا عن الحسن. وقد جاء في رواية أخرى من ترك صلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فإذا قضية خطيرة جدا. طيب قضية أنه يطلق، طيب الطبيب قال لا تصومي، ثم سأل الطبيب آخر قال تصومي،
والألم في الحالتين في الصيام وغير الصيام. إذا كان الصيام لا يزيد الألم صومي، خلاص ما موجود في الحالتين، وعلى حسب القدرة حتى تنهي الدين الذي عليك. وجدت معارضة في الحجاب، هو الكفار قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا ويخوفونك بالذين من دونه فلا تخافوا إلا الله، لا تخافوا إلا الله. القرآن صح نزل 23 سنة، لكن هذا لا يعني أن نحن نحفظ 23 سنة. احفظ على قدر استطاعتك، وفقك الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.